إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك في رمضان مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. يا بركة رمضان خليكي في الضاد، يا بركة رمضان املي طرن عمار، يا بركة رمضان خليكي في الدار، يا بركة رمضان املي دارنا عمار. رمضان بيودعنا، ايام وليالي رمضان سرعان ما عدت، احنا مش عايزين رمضان يمشي، احنا مش هنسيبه يمشي، احنا هنخلي رمضان معانا طول السنة. لو علمت الامة ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإحنا بنتمنى تكون السنة كلها رمضان، هنخلي رمضان معانا السنة كلها، هنخلي روح رمضان أسلوب حياتنا السنة كلها، زي ما نظمنا وقتنا وحياتنا طول الشهر وعودنا نفسنا وتدربنا على كل ما هو مفيد وكل ما هو صحي في رمضان، عايزين نستمر ونداوم طول السنة على السلوكيات السليمة في الغذاء الصحي اللي احنا تعودنا عليها في تعاملنا مع الناس في طاعة ربنا وفي عبادته. رمضان اللي ادانا الطاقات الروحية الهائلة دي، علمنا الصبر، قوة الإرادة، قوة التحمل، ادانا صحة نفسية وصفاء ذهني ملوش مثيل في أيام الدنيا كلها. مش عايزين نخسر المكاسب دي، مش عايزين نرجع بعد رمضان لأي عادات غلط كنا متعودين عليها. اللي تعود في رمضان يقلل أكله ويتحكم في نفسه ساعات طويلة في صيام رمضان لازم يحافظ على كده. اللي قدر في رمضان يقلل السجاير ويمنعها خالص طول النهار أكيد قادر برضه يستمر وينتصر على نفسه بعد رمضان. اللي كان بيشرب قهوة كتير أو شاي كتير قدر برضه إنه يقللهم ويعيش من غيرهم عادي طول ساعات الصيام. اللي كان متعود ياخد مسكنات عمال على بطال قدر يستغنى عنها طول فترة الصيام. لو كملنا بنفس المنهج ده والتدريب العملي الرباني ده هنقدر نتخلص من كل عاداتنا السيئة ونحافظ على صحتنا لينا ولولادنا ولبلدنا. ساعتها هنحس ان رمضان ما سبناش واننا عايشين بروح رمضان وببركة رمضان طول السنة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وبكرة معلومة جديدة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.